إعجازي. قال تعالى: والليل إذا يغشى. يعني هذا هو الليل، ما شاء الله عليه، ليل دولة الكويت. حلو ما شاء الله عليه. مقبل أخذ معاك بعد سيدي حجاز الثاني. لا 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 أرجوك، والله العظيم أرجوك. لا لا، الحجاز أبو مصطفى عايز يروح معاكم. والليل إذا يغشى، يعني غشو الليل ما معناه؟ يغشى الخلائق جميعا. الله عليهم، يعني ينعسهم. ها ستارة الظلام كله، الليل ستارة بين الخلق زي الخيمة. ها أيوة. والليل إذا يخشى، شنو في آيات ثانية بالليل؟ والليل نسلخ منه النهار يخشى. والليل إذا تجلى، والليل إذا سجى يعني سكن سجى. والليل إذا عسعس والضحى، والليل إذا سجى صح. والليل إذا عسعس أقبل وأدبر. والليل وفي سورة شو اسمه، اللهم سيدنا محمد وعلى آله وسلم. إيه ماله؟ سبحان الله، قهواش القطاوة. أقطش ليلها. أيوة سوده يعني. الله يلا مولانا، الليل من متى ينتهي؟ من أي ساعة؟ الليل بعد الفجر بيكون بقى وقت الإصفار. لا الليل غير المساء. المساء متى والليل متى؟ لا لا لا، الليل بعد حمرة الشفق. والمساء؟ ما خلاص يجي المساء. هو ده. مساك الله بالخير. هلا هلا والله.